بيقول لك دايما الفرق الكبيره الجون عندها لازم يكون نص الفريق، ونص الفريق بالنسبه لاتشبيليه بيجي ماتش ريال مدريد وبيعطل، يعني ياسين بونو ماتشات ريال مدريد ما بيبقاش حاضر خالص، بدليل لو كتبت مثلا وانت قاعد فاضي هنا على يوتيوب اخطاء ياسين بونو امام ريال مدريد، مش هيطلع لك الجون بس بتاع النهارده، لا لا لا، هيطلع لك 50 كوره يا باشا قدام ريال مدريد وكلها كور غريبه جدا، تقعد تسال يا جماعه طب هو ده توتر بتاع الشباب ولا ده حارس مرمى ما عندوش خبرات ولا ايه الدنيا، تقعد تبص لا ياسين بونو 30 سنه، ياسين بونو قديم، امال ليه بتيجي في ماتشات ريال مدريد وبحس ان التوتر عندك اوفر قوي، يعني ديفيد الابا شايط من نص الملعب، مش مستاهله كل اللي انت بتعمله ده، خدها على صدرك يا حبيبي، خدها على صدرك يا بابا، الموضوع سهل جدا وبسيط، مش محتاج كل ده، لا تصدها صده غبيه، كريم بنزيما يسجل، كنت بتلعب وان سايد جيم وكان ليك ضربه جزاء، بس كالعاده التحكيم ما بيحسبش ضربات جزاء لا على الريال ولا على برشلونه، فانت جيت طينتها خالص، جيت طينتها طينتها. ريال مدريد بدا يمسك كوره، ريال مدريد بدا يخش في الجيم. بص يا جماعه هو قسم يحسبني عند ربنا، بس قسما بالله العظيم انا كنت عارف ان اول كوره تحت ثلاث خشبات هتخش. ياسين بونو مش هيطلع حاجه تاني. بعد الهدف الاول خلاص الدنيا كانت واضحه. هتقول لي لا 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 ايه الظلم اللي انت بتقوله ده؟ الكوره بتاعت فينيسيوس الهدف الثاني مفيش حد يطلعها. الكوره تطلع عادي. الكرة لو ياسين بونو عمل بس جامب خفيف من على الارض الكرة بدل ما تخبط في صوابعه كانت تخبط في بطن ايده العكسية وكانت هتطلع. انا مضرب حراس مرمى برضو عارف انا بقول لك ايه، بس ياسين بونو خرج بره الماتش بعد الهدف الاول، فياسين بونو اساسا كان محظوظ ان كل الكرة اللي بتروح على مرمى تشيبيليه كانت بتشاط بره. فانا نفسي افهم ليه الهس اس ده في ماتشات ريال مدريد تحديدا بيجي لك الجنونه في ماتشات ريال مدريد. بص يا جماعه لو الاخوه المغاربه زعلوا والله يا جماعه انا بتكلم على اللي انا شفته النهارده، انا شفت ياسين بونو النهارده حارس سيء جدا، شفت ياسين بونو النهارده حارس مذبذب جدا، حارس مرعوب، في حاجات بتكون سهله جدا انت بتصعبها على نفسك فبتصعب الماتش على الفرقه فالماتش بيروح للفرقه المنافسه، يعني النهارده انا واثق ان كل الناس هتتكلم على كميه الابداع والامتاع اللي كان عند فينيسيوس في الهدف الثاني، وانت لو بصيت للهدف الثاني ورجعت ليه كذا مره هتلاقي ان الكوره خدت ايد ياسين بونو ودخل. فابداعك كله مبني على سوء توفيق حارس المرمى اللي قدامك، ولو دورت برضه على اسوء تقييم في المباراه هتلاقيه ياسين بونو. والله بجد هتلاقيه ياسين بونو هو اسوء تقييم في المباراه. فاحنا مش جايين نفتري على ياسين بونو النهارده ولا جايين نقول ان هو قدم مباراه سيئه في حين ان هو كان مقدم مباراه كويسه، بس انا عايز اعرف ازاي واحد زي ده حارس مرمى عنده 30 سنه وخبرات هيكون حامل امال المغاربه في المباراه الحاسمه او مباراه السد في تصفيات كاس العالم. دي حاجه انا بسالها. ومحتاج رد فيها ضروري، اما ريال مدريد يستحق ولا لا؟ على حسب اخر خمس دقايق ريال مدريد يستحق المباراه، على حسب ال 35 دقيقه ال 85 دقيقه اسف ريال مدريد ما يستحقش المباراه، بس هي دي كره القدم. انشيلوتي عرف يغير، انشيلوتي عرف ينزل كامافيجا وعرف ينزل فاسكيس وعرف ينزل اللعيبه اللي ممكن تخلص له المباراه في التوقيت المناسب. ولو بتيجي الناحيه الثانيه عنده مشكله بدنيه كبيره ظهرت في اخر 10 دقايق مع حارس مرمى ضايع فالفرقه كانت تستحق ان هي تخسر. عارف ان الفيديو ده ممكن يجيب لي شتيمه كتير بس انا قلت لك اللي انا شفته، لو انت شفت حاجه غير كده فبراحتك. اه بقى انا برشلونه مش ريالي. فهمت ليه انا متعصب اصلا؟